تغيير الفطور الروتيني رح نعمل اليوم المفن الإنجليزي، ويلا نبدأ. نحتاج للعجينة زيت ودقيق وخميرة وسكر وحليب دافي. أول شيء نضيف الحليب زي ما قلت لكم يكون دافي، ونضيف الخميرة والسكر من غير ما نقلبهم، نتركهم 5 دقائق، ونضيف الزيت. إن شاء الله حتلاقوا المقادير بالتمام في صندوق الوصف، ونضيف الدقيق ونعجنهم بالعجانة. بعد ما عجناها هنخمرها لمدة ساعة. طبعا حتكون معانا قوامها لاصق شوية، بس نستخدم الدقيق حتى نقدر نتحكم فيها. أنا جهزت حلقات عشان نشكل بيها المافن بورق مقوى أو أي ورق عندكم، حتى لو ورق كراسة تشكلوه على شكل مستطيل طويل تقريبا شبرين، ونغلفه بالقسطير ونثبته بالدباسة. هنا ما شاء الله بعد ما تخمرت، ما شاء الله تبارك الله اتنفخت، نبدأ نعجنها شويتين بيدنا، ونقسمها لخمس أقسام أو 8 أقسام زي ما انتو حابين. أنا قسمتها لخمس أقسام. طبعا لازم ما نرش دقيق عشان قوامها مرة قوام لاصق، فنحتاج لكثير من الدقيق. وزي ما انتو شايفين شكلتها أو قسمتها لخمس أقسام. إذا حابينها صغيرة أو ما تكون مرة مرتفعة قسموها لـ8 أقسام. بعد ما كورتها نرش شوية بدقيق الذرة، الذرة الصفراء، بس نغلف الكورة من جميع الجهات ونحطها في الحلقات اللي سويناها. طبعا أول شيء نفرد ورق زبدة فوق الصينية، وندهن نفس الحلقات بالزيت عشان ما تلصق معانا وقت ما تستوي، ونرص أو نوزع الكور اللي عملناها بعد ما نغلفها بدقيق الذرة في نفس الحلقات لين ما ننتهي من كل الكمية. نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة، وبعد الربع ساعة زي ما انتو شايفين ما شاء الله حجمها اتضاعف، ولازم نكون مشغلين الفرن قبل ما ندخلها على درجة 220. لكن اول شي قبل ما ندخلها نغطيها بورق زبدة، وفوق ورق الزبدة صينية تانية، وندخلها الفرن لمدة 13 دقيقة. وهنا ما شاء الله تبارك الله بعد ما خرجت اخذت اللون الاحمر من فوق وتحت، وشكلها صار مرتب وكل الاشكال بحجم واحد، وما شاء الله اسفنجية لينة واستوت من جوا. صح الوقت قصير لكن ما شاء الله استوت من جوا. ونحشيها بأي حاجة احنا حابينها. انا حشيتها بالبيض مع صدر ديك رومي زي ما انتو شايفين، ما شاء الله اسفنجية واستوت ابدا ما تعجنت معانا وما انحرقت. نبدأ نحشيها. اول شي نحط مسحة من الخردل وصدر ديكرومي وخس وبيض وشريحة جبنة، ويكون معانا هنا المافن جاهز، ونقدمه مع كاسة شاهي، ونبدأ صباحنا بأحلى فطور تغيير عن الروتين اليومي. طعمه جدا فانتستيك، وكمان دقيق الذرة أعطى لنفس المافن طعم غير عن الطعم اللي دائما احنا متعودين عليه في أنواع العجائن. يعني طعمه له نكهة جدا مميزة ولذيذة، حتحسوا بالفرق إذا جربتوا دقيق الذرة. هو مجرد تلبيس لكن له صراحة لمسة جدا رائعة، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.